أعلن أخانا محمد الشريفين يحفظه الله عن مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أنه رفع نسبة دعم المملكة الشهري للسلطة الفلسطينية من 7.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار منذ بضعة أشهر، كما تم الإعلان عن تقديم 70 مليون دولار تنفيذا لقرار قمة عمان لدعم صناديق القدس وصناديق الأقصى. واليوم سيدي خان محمد الشريفين أعلن عن تقديم تبرع بمقدار 150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لمنظمة الأنروا دعم التي تدعم وتساعد الشعب الفلسطيني الشقيق من اللاجئين منهم.